صباح الخير guys. كيفكم؟ اشتقتوا لي؟ لا بس عم جهز حالي للشغل، كتير مستعجلة. وهلا بقلكن شو حيصير اليوم. سؤال لكم وللعالم كله، كيف نحنا قدرنا نطلع على القمر بس بعد ما اخترعوا شيء خلينا ناكل اللي بدنا اياه وما ننصح؟ كيف 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 anyways اليوم عيد ميلاد مام، حنعمل لك كذا شغله فهلا بقلكن عنها. بس تخلص شعري كيف هيك؟ حلو؟ كول؟ اوكي، ما حدا بيرد عليك كمان. اوكي انا هلا خلصت شغل ورايحه الاقيهم بالمطعم، بس بعدني مش اكله فان شاء الله اقدر ما اطلب كل شيء على المنيو. جبنا له الايفون 7 وماكنتوش شوكليت، هي كثير بتحب هول. Okay. What are you getting? Pizza. It looks so cute. Show them. Yeah. I did my bad. She did my iPad. Yeah, what iPad is life? Okay, and I have to pay there. Just vegetables, خضرة مع زيت وأشياء. بس شلت الجوت تشيز اللي هو الجبنة. عادة ما بلاقي أشي vegan أو vegetarian فبدي اتفنن بالoptions. Happy birthday, mom! Thank you. انت شو دخلك انت؟ Thank you. Can I please have a score? Okay. No, this is secret. It's fine, mom. Let him live. Let me be, mom. Let me live my life. Chef Ricky. Enough. Yeah. I said enough. So كلها كوسة باذنجان و peppers تاتا مقلية كذا وحدة. So أغلبيتهم carbs نشويات بس عليهم زيت أكيد ففي بقلبهم نسبة دهون. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Oh my god. Love you. Cute. How old are you هلا؟ 25؟ 25 عمره. Happy birthday حبيبي. My eyes. You also. Thanks. Thank you. يلا make a wish. ايش قصدك؟ Lower and make ما صورت معك. لحظة. Happy birthday. فرحانة بضل. طيب happy birthday. Smile. Thank you حبيبي. I love you. Love you. واو ليلى عم تقشطوهم صار فينا نزوجك right؟ أول شي بنحط البصل والثوم والجينجر apparently ما بعرف هيك قلتلهم غطيتها شي ساعة بعدين بنحط عليها شوية صويا صوص وبنعيش على الطنجرة شي 3 ايام. هيدا الصويا صوص اللي استعملته. صويا صوص is so cool بس في بقلبه بروتين، بعرف اذا شايين بس ما في بقلبه كاربز ولا دهون بس بروتين. Anyways حطيت كل نقطة عليها على الصحن و that's lunch. فيكم تزيدوا عليها رز اذا بتحبوا بس انا بدي خفف النشويات تاكل اكثر نشويات بعدين. هيدا تاني صحن. كتير بتشبع بس ما في بقلبها كتير نشويات، ما في بقلبها كتير دهون، في شوي بروتين which is good من البروكلي ومن الصويا صوص ومن كل شيء. They add up وبيصيروا كتير بروتين. فهيدي بتشبعني للوجبة اللي بعدها. So هيك بخلي كتير من النشويات والدهون لليل and
بصير بدي اكل اكتر بالليل خصوصا الحلو بيجي على بالي. كمان في بقلبها كتير مايكرونيوترينتس وفيتامينز. انا ما كتير بحب اكل سلطة فبجرب اخد ماي فيجيتابلز والاشياء الصحية اكتر من هيك اشياء مطبوخة مش سلطة. اوكي سكت. للكل اللي حزن على ريكي لما عملنا كذا درب فيه شوفوا شو بيعمل فيه. تعال شوفوا كيف بضل دوت كل المقالب هو بيعملها فيه بس هالفيديو كذا مقلب فيه بس this is reality. هيدا اللي بيصير دايما كل يوم بيطبخ. هلا وقفت لليلى بالمطبخ وهلا عم بيقوتني عادي no big deal. Stop Ricks, Ricks is hurting me please. What did you do? I have no idea. اوكي بركي بنعمل تشالنج اخر الفيديو تحدي بنفكر ونرجع بعد الفاصل. We're going to Sharia. بس بدك تاخذ القناة وخلص؟ لا اوكي رايحين على جرير نجيب له لريكي البلاي ستيشن جيم اسمه جيتار هيرو. ايه جيتار هيرو ذا كريزي جاي قال ان يو كانت باي ون جيم لازم تجيب 30 لعبه 30 العاب لا 30 لعبه صح 30 خربت علي. اني ويز رايحين نجيب اللعبه هلا ان شاء الله الايام. تعمل ريكي انا بدور شرس تعال ستوب صورة او شي صور حالك. ريكي تشيل ثانك يو شكرا. I don't know coupons or something. شو جبنا؟ ليجو مارفل. You like it, Shami? I love it. What do you say? Thanks. Thanks. El ما بيبيعوا Guitar Hero على PlayStation 3 بس على PlayStation 2. فبدنا نصير نجيب PlayStation 2 بس نلعب هاللعبة. I miss it. بدي العبها. اسكت انت شو قصدك؟ ناطرين بابا بالسيارة. شوب شوب. كمل انا قلت لك وقف. Okay, go. The club isn't the best place to find the love as a bar is where I go. Me and my friends are at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. You were in my room. Now my bed sheets smell like you, and it's discovering something brand new. I'm in love with you, now follow my lead. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you, and it's discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. بس خلصنا كل شيء. My baby, come on. What are you doing? Nice. خلاص انا بقدر باكل وانت تنام. المهم حاطين 100 جرام من كل واحدة وانا اخذت 50 جرام وريكي بياخذ 50 جرام من كل واحدة كلهم نشويات. المهم حاحط 50 جرام من كل واحدة بماي فيتنس باو. حاخذ بروتين باودر
في نكهه الشوكولاته انا بجيبه من اي هيرب. هحط لكم اللينك تحت، بيطلع لكم شيء 10% خصم، ما بعرف قد ايه بالضبط، هحط لكم اياها على الشاشه. بس anyways هحط شيء 30 جرام، 30 جرام بالضبط. شوكولا، يعني تحسوا عم تاكلوا شوكولا من وراء هيدا البروتين باودر. A ما عم حس ابدا انا عم بحرم حالي من شوكولا، B عم بحصل على بروتين. فكره جايز، شوفوا شو عملت. انا صنعت هالشيء. بتعرفوا بايكيا بدكم تعملوا كل شيء لوحدكم. انا اشتريت كل الاشياء من ايكيا بس بعدين انا صنعتها بنفسي. هلا بفرجيكم. لوك تارا، شو حلو. هلا لما اعمل فلسفه مع ليلى بنهايه الفيديوز تفلسف لكم، بيكون ضو حلو. اشتريت هول من ايكيا، يا فلسفه على الاخر. انا عم دلعكم. شايفين هيدي كمان دعدع. كمان اشتريت هيدا الضو. لحظه ترى خلص صرت يوتيوبر حقيقيه. اوكي بدنا كلنا نعامل ليلى كأن يوتيوبر حقيقي. كل اللي اجى قبل من هيك مزح بس. اوكي but look how cool. تعملوا ديم لللايت، فيك تخلوه اقوى ولا اخف. ترى so cool. so هلا لما يطلع وجهي حلو بالكاميرا يكون هيدا ضو. تنجربوا فل مره لحظه تطف الايزي. خلينا نعمل مثل ما كنا نعمل وبجاوب على سؤال من الكومنت على اليوتيوب. كنت عاملها كتير من زمان بالبلوغ زمان بس صار لي زمان ما عملتها، فخلينا نعمل هالشي ونلاقي هالشي سؤال. اوكي في سؤال من بونساي الجندي الجندي تسأل ليلى بليز جاوبي على سؤالي. انا في مرحلة التنشيف باخد 1700 كالوري بس الماكروز بتاعتي تخلص قبل ما بيخلصوا السعرات، هو ده عادي والمهم الماكروز بس اللي تخلص ولا المهم السعرات؟ Very good question. سؤال كتير حلو. اللي بيصير هو نحنا بنحط بتطبيق ماي فيتنس بال كل الاكلات اللي بناكلها وبنحط السعرات وكل العناصر الغذائيه اللي بتعمل هول السعرات. مرات فينا نغلبت ونحط عدد غلط من الماكروز عناصر غذائيه او السعرات وما بتكون هذا الشيء بتناسب each other، ما بتكون صح. فمرات ببين انه خلص وصلنا كل احتياجاتنا من العناصر الغذائيه بس ما وصلنا السعرات او زادوا السعرات اكثر من اللزوم. هيدا الشيء بيكون بس غلط من يا حساب السعرات او شيء على التطبيق. اهم شيء عناصر غذائيه، بروتين، نشويات، دهون، توصلوا الاحتياجات اللي انتم بتحتاجوها باليوم and you're good to go. اكيد السعرات مهمه بس اهم هي العناصر الغذائيه وشو عم تاكلوا وعم توصلوا احتياجاتكم اليوميه من العناصر الغذائيه. هيك اذا بتوصلوا احتياجاتكم كل يوم بتكونوا on track ماشيين، شوي شوي بتكونوا عم تخسروا وزن. اوكي ان شاء الله اكون فسرتها بطريقه فهمتوا علي. I miss this. حسيت بلوجات قديمه. هجرب اكثر ما في جاوب على سؤال بكل فيديو من الكومنتس على الفيديوز وخليهم عن الفتنس لانه عم حس انه عم بعمل اكثر ما في فلوجز عن حياتي وشوي عم يخف في الفتنس لان ما كثير عم حط تمارين بماي فيديوز عن عم تصير اشياء. Anyways سو حطوا اسئلتكم عن الفتنس مش عن الفتنس بالتعليقات بكل فيديو وبنقي سؤال من الفيديو وبحطه بالفلوج الجاي. I'm so tired. عم فكر نام بس اذا بنام هلا ما حقدر نام بالليل. اوكي يا عند هولك عم نلعب انا وريكي اللعبة. على فكرة نسيت فرجيكم انه اكلت 100 جرام فاصوليا حمراء مع 100 جرام حمص حب و 100 جرام ترمس، سو هول في بقلبهم كثير بروتين نباتي ف اكلتهم نسيت. كول! Wait, which one am I? Hulk? Oh no, I'm about to die! عم بجربوا يقتلوكي بس اكثر من اسبوع. I can shoot rock. What? Layla, you're about. We're ready to transform. Where am I going? No. This guy who is controlling these stupid cannons is actually. Why are you yelling? Layla, I feel like I want to kill you. Okay. آخر وجبة أو آخر شيء هاكلها هن الفيجن كوكيز اللي لقيتهم بتميمي زعيشي بالسعودية. بأول واحدة شوكليت شيب كوكيز.
I had a double chocolate brownie. Whole snickerdoodle. So Ricky, I do on my. Then من كلهم بيكونوا 19 gram carbs, 4 gram دهون و gram واحد من البروتين. So فينا نقي أي اثنين وبيكونوا هلا vegan. كتير طيبين يعني على القليل اللي جربتهم كتير طيبين. Double chocolate brownie. Oh, it looks so good. Yum. Very good. بس في فرق بتحس انه هيدي نباتية ولا لا نو من 1 ل10 قد ايه طيبة؟ ما فيها 6 كمان 6 اوكي هلا حنجرب السوفت بيك تشوكلت شيب كوكي هيدي براند كثير حلوة اسمها انجوي لايف نباتي طيب دبل شوكلت وحدة بتكفي خلص ما فيني اكل اثنين هلا نجرب هي Cheers. It's good. أحسن من التانية I think. كتير طرية وطعمتها مثل هول الكوكيز اللي بتشترون بالسوبر ماركت بيكونوا جاهزين من الفرن. قد ايه بتعطيها من 10؟ 7 بس لإلي أطيب وحدة هي سنيكردودل هيدي. بدك نص؟ لا دوقهم بس اتذكر طعمتهم انا فاهم نو ذيز ار ذا بيست طعمتهم في المهم سينمون شو سينمون بهاي قرفه طعمتهم قرفه اتس سو جود يلا دوق لا لا شو تاني بقى لا تحدي تحدي تدوق هالقد شو هالتحدي الحلو اذا بتعرفوا لارين لاريز كوكيز طعمتهم مثلهم بس بيكونوا اصغر كتير حلوين سو إذا بدكم حلو هذا الشيء أوكي هم أكلت ثلاثة سو بيكونوا شيء 25 جرام كارب شيء 6 جرام دهون قدرت أعرف وين في أكثر برودكتس هيك فيجن نباتية بالرياض السعودية أوكي That's it for today هيدي آخر شغلة حأكلها اليوم بدي أشوف actually إذا شوي ناقصني بروتين حأخذ شوي كمان من البروتين باودر النباتي توصل احتياجي من البروتين روتين هيدا كان كل شيء لليوم بالفلوج لا تنسوا تعملوا لايك على الفيديو اذا حبيتوا الفيديو واشتراك بالقناه واشتراك بالقناه اذا بعدكم ما اشتركتوا وشوفوا الفيديوز اللي قدام اذا بعدكم ما شفتوا فلوجز والفيديوز على قناتي التشالنجز والتحديات اللي بريكي عم بيقتلني بده يعمل اكثر واكثر تحديات فاكتبوا لنا تحت شو التحديات اللي بدكم تشوفوها؟ ترى احنا كمان يو برا خلص بحبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي بيس ربابيا الله يو بحبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي ما خلصنا بالفيديو هلا بلشنا باي